السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة إن شاء الله أن أنا أقدم لكم مراجعة هامة للصف السادس الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية. المراجعة هتكون عن سؤال الاختيار من متعدد، والمراجعة خاصة بالامتحان الموحد للترم الأول، ويا رب ان شاء الله المراجعة دي تفيدكم، وانا متوقع ان شاء الله ان الامتحان لن يخرج عن هذه المراجعة، فياريت تتابعونا لنهاية الفيديو. تعالوا الاول قبل ما نبدأ المراجعة احبتي نبدأ اولا بتكريم الطلبة والطالبات الذين اجابوا اجابات صحيحة عن كويز الفيديو السابق. تعالوا الاول نشوف الكويز كان ايه وايه هي اجاباته الصحيحة. دي كانت اسئلة الفيديو السابق، وكانت عبارة عن 3 أسئلة اختياري. أول سؤال: look at the grocery space to buy what you need. طبعا look at the grocery list يعني قائمة المشتريات، the grocery list. مجدي went to the dentist to buy. مجدي أنا محتاج هنا ضمير منعكس، مجدي يعني هي، تبقى himself على طول، buy himself. I space medicine twice a day. أنا آخذ الدواء، I take medicine. ودي كانت ال3 أسئلة بتوع المسابقة اللي فاتت. تعالوا دلوقتي مع بعض نكرم أحبتنا اللي فازوا في المسابقة اللي فاتت، بس في ملحوظة مهمة، وهي إن ترتيب الأسماء هو ترتيب حسب الحروف الأبجدية. نبدأ مع بعض مع أول طالب متفوق عندنا النهاردة، وهو الطالب أحمد عماد من شبرا الخيمة. الطالبة المتفوقة أسماء مصطفى السيد من القاهرة. الطالبة المتفوقة آية محمد إبراهيم الجيزة. الطالب المتفوق سعيد السيد أحمد الشرقية. الطالبة المتفوقة نور أبو بكر محمد العريش. ألف مبروك لكل أحبتنا اللي فازوا في المسابقة الماضية، ويا رب تكونوا دايما من المتفوقين، ويا رب كل مشاهدينا الطلبة والطالبات يدخلوا على كويز النهاردة ويجاوبوا عليه ويتكرموا في الفيديو التالي بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو مراجعة هامة على سؤال الاختيار من متعدد الخاص بالامتحان الموحد متعدد التخصصات لطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. رجاء أحبتي متابعة الفيديو لنهايته حتى تستفيدوا أقصى استفادة من الفيديو، وكمان علشان تجاوبوا على الكويز في نهاية هذا الفيديو، والإجابة مش هتكون في التعليقات لأن التعليقات اليوتيوب بيقفلها للمرحلة الابتدائية. أنا هسيب لكم تحت هذا الفيديو رابط باسم رابط المشاركة في مسابقة هذا اليوم. إن شاء الله أول ما تضغطوا على الرابط هينقلكم إلى المدونة بتاعتي، ومن خلال المدونة تقدروا تجاوبوا على الكويز في التعليقات بتاعت الفيديو في المدونة. يا ريت وانت بتعلق تكتب الاسم والمدينة اللي انتم منها، وان شاء الله اصحاب الاجابات الصحيحة هيتم تكريمهم في لوحة شرف القناة للفيديو القادم. وبفكر احبتنا اللي لسه ما اشتركوش معانا بالقناة يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل اشعارات القناة اولا باول، ولايك وشير للفيديو دلوقتي قبل ما تنسوا دعما لقناتكم. وتعالوا يلا مع بعض نبدأ مع أول سؤال عندنا، بس الأول نجهز كراستنا اللي هنكتب فيها الأسئلة دي. يا ريت نجهز كراسة، تمام، ونكتب اسم القناة على الكراسة، ونحاول ندون كل حاجة كبيرة وصغيرة في الكراسة دي عشان نرجع لها تاني بإذن الله. أول سؤال عندنا: Space are your hours. عايز يقول له إيه؟ Where are your hours? What are your hours? How? Why? طبعا what are your hours ده كان من الأسئلة المهمة جدا في الوحدة الأولى. what are your hours ما عدد ساعات العمل لديكم. we space open daily، طبعا we دي سهلة، we are open daily، نحن نفتح بشكل يومي. it's 3 space for adults. it's 3 طبعا dollars، إنها 3 دولارات. it's 3 يبقى بيجي معاها جمع على طول. I'll take a space of apple pie. طبعا إيه ممتازين، سامع حد بيقول لي piece of apple pie، نحفظ الاستراكشرز ده يا جماعه. a piece of apple pie قطعه من فطيره التفاح. it's space delicious. طبعا it looks delicious، لازم احط لها اس المضارع هنا لان it بتاخد اس المضارع، هي وهي وشي. it looks delicious، انها تبدو لذيذه. how space bottles of water did she have. عايز يقول كم عدد الازايز، الازايز دي معدوده ولا مش معدوده؟ معدوده طبعا، يبقى ايه؟ how many، تاتي مع الاشياء المعدوده. how many bottles، بوتلز زجاجات، يبقى على طول اجيب لها how many.
I am ready، وده من التعبيرات الهامة برضو، I am ready to order. عايزين نحفظ التعبيرات دي بقى، ماشي، نسجلها عندنا ونحفظها. I am ready to order، أنا جاهز للطلب. I am going to space two glasses of orange juice، طبعا أنا سوف أتناول، going to هنا بمعنى سوف، يبقى أتناول ها كوبان من عصير البرتقال، يبقى I am going to have، دايما بيجي مع to، going to المصدر وهو have، ما ينفعش أجيب has. space do you iron your t-shirt، طبعا هي عايز يقول له كيف تكوي قميصك، كيف يعني ايه هاو، فعش هو مفيش حاجه اسمها هو do you iron your shirt ولا what ولا which. we go to the school او to school by we، خلي بالكم we يبقى الضمير المنعكس بتاعها ايه ourselves، برافو عليكم، الاختيار رقم سي. سؤال 11 عندنا space I help you، ده من التعبيرات المهمة برضو، هل يمكنني مساعدتك، تبقى ايه may I help you الاختيار الاخير. the car is space it costs a lot of money، انها تكلف الكثير من المال، يبقى the car is expensive، ممتازين. السؤال 13 عندنا where space bill go yesterday، لاحظ معايا كلمة yesterday وفي عندي go، go يعني فعل في المصدر، يبقى على طول اختار did، تمام، يبقى did بتيجي لما يكون في yesterday ويكون في فعل في المصدر هنا اللي هو go. my sister doesn't space on make up، ده تعبير برضو مهم عندنا، مر بينا في الترم الاول، put on make up يعني تضع مكياج، put on make up. does your sister wear a، تعبير تاني جميل، wear a wig، برافو عليك، wear a wig يرتدي باروكة. she went to the grocers، هي ذهبت إلى محل البقالة to buy، لكي تشتري، لكي تشتري إيه، ممتازين، رقم بي اللي هي groceries البقالة. space do you go to a cafe، يبقى عايز يقول له إيه كيف تذهب إلى الكافيه، يبقى how do you go to a cafe. I take medicine، أنا أتناول الدواء، عايز يقول مرتان في اليوم، تبقى two a day، twice a day، two، ممتازين، سامع حد بيقول twice اللي هي رقم بي. do you space bread، طبعا هل تخبز البريد العيش، يبقى do you، ايوه صح، break bake اللي هي number a. it's space to rain، انها سوف تمطر، it's going، برافو، رقم c. سؤال رقم 21 your brother space you very much، طبعا your brother بيحبك كتير جدا، يبقى loves you very much. how often space you او space she read a newspaper، how often، how often بيجي بعدها دايما يدو يدز حسب الفاعل اللي انا حاطط صباعي عليه ده اللي هو she. طب she بتاخد ايه، do ولا does، does طبعا، يبقى how often does she read a newspaper. in the park في الحديقة children space birds، الاطفال بيعملوا ايه في الطيور، طبعا feed birds يطعم الطيور. she space a newspaper once a month، مرة في الشهر، يبقى she، ها وطالما عندي once يبقى مضارع بسيط، يلا نشوف المضارع البسيط عندي بيتكون من ايه، ها بيتكون من اما مصدر اللي هو read او مصدر زائد s اللي هو reads، برافو عليكم، يبقى المضارع البسيط بيتكون اما مصدر اللي هو read او مصدر زائد s. امتى بختار المصدر، لما يكون الفاعل جمع، او I او you او they، لما يكون هنا في الفاعل I او you او they او فاعل جمع بختار read، لكن لما يكون الفاعل هي او شي او ات بختار reads، يبقى انا هنا هختار reads. مرة تانية برضو ايه اللي عرفني انها مضارع بسيط، كلمة once، احنا عارفين ان ايه once من الكلمات الدالة على المضارع البسيط. are you open، طبعا دي سهلة جدا، بتاخد ايه ايام الاسبوع، في ايام الجمعة، يبقى ايه on، برافو عليكم، الاختيار رقم بي. the sandwich has a space history، السندوتش له تاريخ طويل، ودي جت في مرضت معانا في المنهج، يبقى a long history اللي هي رقم دي. I am in the space for spaghetti، تعبير تاني جميل اللي هو انا ميال للمكرونه السباكيتي، انا ميال ليها، يعني ايه I am in the mood رقم A، I am in the mood for، انا ميال للسباكيتي. how space bread، كم كمية العيش، العيش ده اسم معدود ولا غير معدود، لا bread اسم غير معدود، bread اسم ايه غير معدود، يبقى how ايه كم كمية، يعني ايه how much، الاختيار رقم C. she went to the dentist، she يبقى انا محتاج ضمير منعكس by ايه، بنفسها، she تبقى ايه by herself، الاختيار رقم B.
he always forgets the grocery space. خلاص احنا حفظناها the grocery ايه list. برافو عليكم، اللي هي قائمة المشتريات. السؤال 31 عندنا does she sometimes space a wig. طبعا احنا عارفين ان بتيجي معاها wear a wig، بس احنا هنا مش هينفع، هنقول ايه does she sometimes. هنا جايب لي does، يبقى لازم انا اجيب بعدها المصدر اللي هو wear a wig. does دائما تأتي متبوعة بالمصدر. علي will space a speech tomorrow، يعني علي هيلقي كلمة غدا. عايزين نقول سوف، will بمعنى سوف، يلقي كلمة، يبقى ايه ممتازين. give a speech اللي هي الاختيار رقم دي. how space does it cost to get in، ده ورد في الوحدة الاولى. كم يتكلف ثمن الدخول، كم ثمن ثمن الدخول، يعني ايه. برافو. how much اللي رقم بي. was there a pavement، هل كان يوجد رصيف. space of the bridge عايز يقول ايه. يلا next of ما ينفعش، beside of ما ينفعش، across of ما ينفعش. ايوه برافو عليك. in front of يعني امام، in front of هي الوحيده اللي تيجي معاها. next بتاخد بعدها to، next to. beside ما بتاخدش بعدها حاجه خالص. across بتاخد ايه، across بتاخد from. برافو عليكم، across from. لكن هنا in front هي الوحيده اللي بتاخد of بعدها. عمر سبيس درايفز هيز فاذرز كار، هي كانت درايف ا كار، هو ما بيقدرش يسوق سياره. يبقى عمر عمره ما ساق سياره والده. عمره يعني ايه بقى، نيفر اللي هي الاختيار رقم بي. هاني اند منى، خلي بالك هاني اند منى الاثنين مع بعض جمع. ووكد تو سكول، طالما جمع هنا الفاعل يبقى ذهبوا الى المدرسه. باي بانفسهم، يعني بانفسهم، ايوه ذيم سيلفز رقم بي. I am in the space for، السؤال ده اتكرر يا جماعة. I am in the mood for. My brother is a best، أخويا شخص مزعج. best يعني شخص إيه، مزعج. He always space me، هو دايما بيضايقني. يضايقني يعني إيه، أيوة برافو عليكم. bothers رقم C. The actors اللي هم الممثلون always space a wig، طبعا wear a wig، خلاص حفظنا التعبير ده. They went to the space to get money، علشان يحصلوا على الفلوس بيروحوا فين، بانك. الاختيار رقم A. السؤال 41 عندنا look at the grocery، خلاص احنا حفظناها list. نقلب على اللي بعدها 42 you and your sister، خلي بالكم هنا الفاعل جمع، واحنا من شوية قلنا عليه themselves لما يكون الفاعل جمع، اللي هو هاني اند مش عارف هنا ولا هاني وعمر، الاتنين مع بعض بيبقوا themselves، تمام، في الشريحة اللي قبل دي على طول، تمام. لكن هنا مش هينفع نحط themselves، ليه؟ علشان بادئة بيو، انت واختك. طالما بادئ بيو تمام ومعاه حد تاني، يعني انت واختك، تقدروا تغسلوا بانفسكم، مش هينفع بانفسهم. انت طالما بادئ بيو يبقى هنقول ايه، يور سيلفز اللي هي الاختيار رقم سي، تمام. طب ليه مش يور سيلف يا مستر؟ لان مش جايب يو لوحدها. لو جايب يو لوحدها وبيخاطب مفرد كنا قلنا يور سيلف، لكن هنا بيخاطبك انت واختك، يبقى بيخاطب جمع. خلي بالكم الحته دي مهمه جدا، طالما بيخاطب جمع يو اند يور سيستر هتختار يور سيلفز، لكن لو بيخاطبك انت لوحدك يقول لك يو كان دو لوندري باي، يبقى يور سيلف. I walked on the space over the Nile. Over the Nile معناها أعلى النيل أو فوق النيل، يبقى بريدج على طول اللي هو الكوبري. الاختيار A. Space saw her at school yesterday. خلي بالكم yesterday موجودة على طول، تبقى was. طبعا هي الوحيدة اللي بتعبر عن الماضي هي where، بس ما فيش حاجة اسمها where saw her. saw her مفرد بتاخد was، يعني هل كانت saw her في المدرسة أمس. He didn't space cotton candy last Friday. أول ما واحد هيشوف last Friday يقول لي يا مستر ماضي، ويقوم حاطط 8 اللي هي الماضي من 8، 8 اللي هي رقم بي، ودي إجابة خاطئة طبعًا. ليه؟ لأن قلت لك حتى لو عندك علامة من علامات الماضي زي last Friday أو yesterday أو كلمة ago، ودي الثلاث علامات المهمين بتوع الماضي البسيط، ago يعني منذ، last يعني الماضي، وكلمة yesterday اللي هي أمس، الثلاثة دول بيعبروا عن الماضي. لو لقيتهم هجيب الماضي تمام، بس لو لقيت didn't موجودة في الجملة ما ينفعش اجيب الماضي، هجيب بعد didn't ايه، ممتازين، اللي هي المصدر eat، يبقى هي didn't eat. ناخد بالنا من الحتة دي مهمة جدا. she space tennis at school، عايز يقول هي ما بتلعبش تنس في المدرسة. يلا نفكر كده، ما بتلعبش never tennis، مش حاجة اسمها never tennis. plays never ولا never plays ولا never play. طبعا احنا هنتفق ان she، طبعا الجملة دي مضارع بسيط لان فيها never، شي بتاخد اس المضارع، يبقى هنختار يا اما plays never يا اما never plays.
تعال نشوف كده. الظرف التكراري لازم يجي الاول، اللي هو نيفر، وبعد كده الفعل. دايما الظرف التكراري بيبقى الاول وبعدين الفعل. I have the space. I'll take medicine. I have the A. انا عندي ايه؟ انا سوف اتناول الدواء. برافو. فلو اللي هي رقم D. How space do you have lunch at a restaurant؟ رد عليه قال له twice a month. طالما جاوب الاجابه دي وقال له twice a month، مرتين في الشهر، يبقى كم مره؟ كم مره يعني ايه؟ How often. برافو عليكم. رقم C. We space go to the school on Friday. ما بنروحش المدرسه يوم الجمعه. Never. رقم B. مجدي went to the next boy. مجدي يبقى هو بنفسه اللي هي himself، الاختيار رقم B. ودي من الايه؟ من الحاجات المهمة جدا. السؤال رقم 51. I take the underground space a day. عايز يقول مرتين في اليوم. Twice a day. مرتين في اليوم. Mona likes to space friends at her new school. عايز يقول تكون أصدقاء. ها فكروني بيها كده. برافو. make friends، تكون اصدقاء يعني make friends. are you ready؟ لسه جايبينها من شويه. to order. I will take a، طبعا a piece of خدناها برضو. he didn't drive a sports car. هو ما سقش العربيه. عايز يقول بنفسه، تبقى by himself. by himself. your brother طبعا loves you. الاسئله اللي بتتكرر دي اسئله مهمه، خلي بالكم. sorry. we are space of cherry pies. عايز يقول نحن نفذ من لدينا او خلص من عندنا للcherry pies. يبقى ايه؟ we are out of. برافو عليكم. out of. نحفظ الاستراكشرز دي يا جماعه او التركيبات دي. my brother is going to space a haircut. طبعا استراكشر برضو مهم جدا. get a haircut يعني يقص شعره. سهى visits the museum for space a year. four times طبعا يعني اربع مرات في السنه. my best space is vanilla. my best افضل نكهه عندي او افضل مذاق اللي هو flavor. رقم B. flavor نحفظها الكلمه دي مهمه جدا. سؤال رقم 61 عندنا. how space bottles of milk. طالما قال لي bottles زجاجات يبقى how many. برافو، لان bottles اسم معدود يبقى كم عدد. we space open daily. we are open daily. the actor space my autograph اللي هو ايه؟ عايز يقول وقعوا على الاوتوغراف، يبقى signed by autograph اللي هي رقم C. space are your hours خدناها في اول الامتحان. what are your hours. I feel space. let's have something to eat. هيا نحضر شيء لناكله. يلا معايا بقى. I am ايه؟ طالما هناكل يبقى I am hungry. رقم B. my sister doesn't space on make up. ها يلا put on make up. I space medicine twice a day. I take medicine. he did the laundry. طالما he تبقى by a himself، ضمير منعكس. I had two space of roast beef. two of roast beef. يلا يبقى slices. slices of roast beef اللي هي شرائح من اللحم البقري المحمر. roast. there is a space over the river. over the river معناها اعلى النهر، وخدناها من شويه. يبقى ايه؟ يوجد ايه؟ بريدج. برافو عليكم، اللي هو الكوبري، الاختيار رقم ايه. وبكده احبتي نكون خلصنا مراجعه النهارده. يا رب تكون المراجعه عجبتكم. ما تنسوش سريعا كده لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك بالقناه اشترك بقناتنا، وتعالوا مع بعض ندخل على الكويز بتاع النهارده او تودايز كويز، اختبار النهارده القصير. وان شاء الله الاجابات هتكون من خلال رابط سايبه لكم اسفل هذا الفيديو. الرابط اسمه رابط المشاركة في مسابقة هذا اليوم، لان الكومنتس هتلاقوها مقفولة. اليوتيوب بيقفل الكومنتس للمرحلة الابتدائية، فهتلاقوا الرابط موجود اسفل هذا الفيديو. ان شاء الله يا ريت كلنا ندخل ونجاوب من خلال المدونة بتاعتنا، ونكتب الاسم والمدينة، ويا رب كلنا نجاوب اجابات صحيحة عن هذا الكويز. How often space she read a newspaper. How often has she have she do she does she. I am going to space two glasses of orange juice. I am going to do be has have. My sister Mona is sitting in front to space the board. ها يلا in front on ولا of ولا from ولا at. اللي تابعنا من خلال الامتحان هيقدر يجاوب على ثلاث اسئله دول ان شاء الله. يا رب كلنا ان شاء الله نجاوب اجابات صحيحه عن هذا الكويز، وما تخافوش كله يخش ويجاوب. ويا رب التوفيق لكم كلكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله مع فيديو التكريم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.